اخواني السائقين، السلام عليكم. معكم الاستاذ ومدرب تعليم السياقه عبد الحكيم. الرساله اللي غادي نوجه لاخوان السائقين عبر قانون السير، يعني كما كنشاهدوا في المواقع الالكترونيه بعد الحوادث اللي كيوقعوا، يعني غير هذا الصباح هذا سمعت واحد الخبر بان شي كما كيقولوا ولد الفشوش، هذاك ولد الفشوش قال لك يعني اصطدم بسته ديال الاشخاص، يعني بستة ديال الأشخاص كلهم ماتوا. أنا هذا خبر ما عرفتوش بالضبط هو صحيح ولا لا، وإنما ممكن يكون لأن كاين أخطر من هذا الشيء، والسبب يعني اللي كما كنشاهدوا حنا دابا يعني كثر ديال الحوادث، السبب ديالها هو التهور ديال السائق. كما كتعرفوا دابا اخواني السائقين بان السياقه يعني كاين الناس اللي كيتباهوا بها، كاين الناس اللي كيفتخروا بالسيارات ديالهم، كاين واحد التسابق ديال السيارات في الطريق، كاين عدم التسامح، يعني بزاف ديال المشاكل كنلاحظوها يعني في نطاق يعني ديال السير. واغلبيه ديال السائقين اللي ما كيحترموش قانون السير وكيتهوروا في السياقه ديالهم يعني شباب. يعني من هذا المنبر هذا غادي نوجه للشباب السائقين يعرفوا بان العواقب ديال الحوادث اللي كتوقع، اخي السائق، اول حاجه انت هو السبب بسبب عدم احترام لك قانون السير، وكتكون انت سبب ديال واحد بريء يعني مسكين غادي غير على رجليه، اولا نيت غادي في طوموبيلته شاد لي من ديالو محترم قانون السير حتى انت كتسبب ليه. من بعد هذا الشيء اخي السائق يعني انت كتولي بزاف ديال الاحتمالات، يمكن انك تقتل، يمكن انك دير عاهه مستديمه لهذاك الشخص، يمكن انت يوقع لك هذا الشيء هذا، يعني ولو انت بسيارتك يمكن هذا الشيء هذا يوقع لك. بسبب اش؟ بسبب التهور ديالك. اذا ملي كيكون التسامح اخواني السائقين في الطريق يمكن تفاداو بزاف ديال الاخطار. ملي كنتفاداو السرعه كذلك يمكن تجنبوا بزاف ديال الاخطار. ملي كنحترموا الاشارات يمكن تفاداو بزاف ديال الاخطار، لان القانون قريناه خصنا نطبقوه، لان السياقه مسؤوليه لك. ملي كتوقع انت في خسائر مثلا ماديه الاصلاح ديالك يقدر تخلص، ملي كتقتل شي واحد الرخصه ديالك كتمشي، وانت كذلك يعني كتمشي للسجن، اولا انت كتوقع لك شي حاجه اللي كتندم عليها حياتك كلها. السياقه فعلا كاين المحترفين في السياقه، كاين الناس اللي ما عمرهم داروا الحوادث، ولكن حنا بالنسبه لهاد الحرب ديال الطرقات اللي كنشاهدوه الان يعني كاين كثير بزاف. لهذا بغيت نوجه للاخوان السائقين، حنا السياره فعلا تمشي حتى 360 راه ممكن، ولكن حنا في الطرقان ديالنا في المغرب ما عندناش السرعه ديال 360 و 300 و 200، لا حنا ملي كنعطيوك اخي السائق واحد السرعه القانونيه هنا كتفادى داك الخطر، هنا كتفادى فعلا. حنا تنقولوا دابا ان السيارات جداد اوتوماتيك الضوء الفران دغيا غير كنقيسو كتوقف الطوموبيل، يعني هذا الشيء راه كاين، ولكن ملي كنتفاجأ يعني الحالة اللي كنتفاجأ بالخطر ديال 5 متر و 6 10 2، هنا ولو الطوموبيلات كتفراني فرنسي كتزلق بك كتصطدم، يعني عاد ما كتخيب الحادثة ديالها، كتأدي الانقلاب في هذيك الحالة اخي السائق، اولا كتصطدم اي حاجة قدامك، لان العربة ملي كتزلق بيا كتفقد التوازن ديالها، ولو تقول ندور اليمن كتمشي لك اليسار، دورتي اليسار كتمشي اليمن، كتبدا الدور تلعب بك حتى كترولا. اذا دوك السيارات اخواني السائقين اللي كنلقاوهم مقلوبين في الطريق، السبب شنو هو؟ السرعه. شنو غيقلب لي الطوموبيل؟ انا ما احترمت السرعه القانونيه واحترمت التشوار الطرقي بصفه عامه، ما في عمودي ما في ارضي، هنايا تفاديت داك الخطر، لان من بعد ما كنقولوا حنا قانون السير هو كنعطيوك بحال مثلا ملي كنقول لك الانتباه، راه ديك الانتباه شنو هي؟ كتفيق السائق كتنبهك كتقول لك وعى مع الطريق، راه كاين واحد الخطر، كاين خطر، إذا هذاك الخطر متنوع، إذا مهما كيكون الخطر وإلا السائق شنو خصو يدير؟ ينتبه، يعني باش ينتبه خصو يخفف السرعة ديالو، يعني
خارج المدينة مثلا في طريق عادية، يعني كنعرفوا أن الطريق العادية كدوز على الدوار، كدوز على الفلاجات، كيكونوا الحافات، كيكونوا الجبال، الغابات، حيوانات، دراجات، راجلين، ماكينة الحصاد، أي حاجة توقعها كتمشي معك في الطريق. إذا هنا أخي السائق، هنا خصني ننتبه أنواع ديال الأخطر. ملي تبان لي الطريق خاوي ومسرحة وخاوي، ممكن نزيد السرعة ديالي، ولكن ما كنفوتش 100 كيلومتر في الساعة، يعني السرعة القانونية. الوقت اللي كنلقى تحديد السرعة نحددها، ماشي غير بالي كتبان لي الطريق خاوية صافي تنقول ديك السرعة لاش وكنزيد. لا إخواني السائقين، راه هذيك السرعة ما عطيناها تما، وإلا راه عندها الدور ديالها حيت من قانون السير. أما بما يخص داخل المدينة إخواني السائقين، هنا كاينين الأخطار كثيرة، كما وجد في هذا واحد الميساج يعني صيفطته الصباح هذا في الفيسبوك. يعني الاكتظاظ اللي كيكون داخل المدينة ماشي هو خارج المدينة، يعني احنا المدينه كتلقى كراول، كتلقى الكرارس، الماطر، بيكالات، دراري المدرسه، العجازه، السيارات، الشاحنات، حافلات، يعني جميع مستعمل الطريق. اذا هذاك الجميع مستعمل الطريق اخي السائق، شكون اللي خصو ينتبه ليه؟ انت اللي خصك تنتبه. يعني السياقه داخل المدينه كيكون الاكتظاظ لا من ناحيه السيارات لا من ناحيه هذا المستعمل الطريق اللي ذكرت. اذا هنا علاش عندنا حنا السرعه محدوده في 60؟ يعني المدينه راه ماشي كلها محدوده السرعه في 60، لا، وانما كاينين بعض الشوارع كيكونوا مسرحين مقادين وخاويين شويه، بحال المناطق النائيه كما كنقولوا، الشوارع اللي كيكونوا وسط الفيلات، يعني الشوارع اللي كيكونوا مطرفين ما فيهمش الاغلبيه ديال الراجلين، انك تقدر توصل عندك السرعه 60. ولكن مثلا بحال دابا الشارع اللي كيكون داخل التجمع السكني وفيه المارشيات وفيه شركات الى اخره، راه ما كتمشيش ب 60، راه كاينه غير 40 50 30 20 حتى ل 10 كيلومتر في الساعه احيانا. اذا انت في التهور ديالك في السياقه هذا مشكل كبير. اذا نتمنى الاخوان السائقين انهم يتفادوا هذا المشكل هذا، وتقادوا يحترموا قانون السير اكثر، وان شاء الله راه كل شيء كي حيت لان السياقه مسؤوليه لنا جميعا. اذا تبارك الله عليكم اخواني السائقين، وشكرا بزاف.